غريب كيف بتضلي عم بتتابعي اخبار إلكر إلغاز وعاملي انفولو لخطيبته، يعني ما بعرف، لو ما كنتي بنت خالتي والله كنت فكرتك غيرانه من خطيبته للزلمه السابقه. خطيبته السابقه حبيبتي. لحظه، نسيتي تفصيل مهم، معلنين انفصالهم من جديد، يعني هاد انفصالهم المية ورح يتصالحوا للمره 101. بس هند ما رح يكون في 101. انت شو بيعرفك اصلا؟ وقت اللي وصلك اليوم على البيت حكالك عن تفاصيل علاقته الخاصه. كنت عرفاني، والله عرفاني. شو مجنونة؟ ألو؟ ولا يهمك أستاذ إلكر مو نايمة. طيب بدون أستاذ رح قلك بس إلكر. وأخيراً نام الصغير. قال شو بدون يشتري له موبايل؟ قلت له مستحيل قبل ما تخلص صف الخامس، بس عينك تشوفه كيف عم يتشرط علي. كتير لابق لك اللون الأحمر تيمور. إلا مو على بعضها بآخر فترة، بيضل تليفون بإيدها وكل الوقت قافل الباب وقاعدة لحالة بغرفتها، وإذا سألتها دغري بتعصب وبتضوج. تيمور الله يوفقك، أنت حاكية. بنتنا مثل الجبل ما بينخاف عليها. هاي بنت أبوها، ما شفتيها كيف جابت إلكر إلغاز بالقوة على الجامعة؟ عملك هاي البنت طالعة لأبوها. بنتي شخصيتها قوية وبتوصل لهدفها مثلي بالضبط، طموحة وصاحبة إرادة. رح تحقق نجاحات وتوصل لفوق. مستحيل. مو مشان هيك اجيت لعندك، اجيت مشان نحكي. بعتقد انه صار سوء تفاهم بيناتنا. لا تزعلي مني، عم اتصرف على طبيعتي، وأبداً ما فكرت باللي فكرتي فيه، بس كان بدي تعدي جنبي مو أكتر. أنا آخذ الموضوع بجدية ومستوعب خطوتك ومحترمك كتير كمان. أنا صار لي شهور عم حاول معك بس لحتى أقدر أقنعك، إلا آخر مرة ساعدت ورا بنت بهي الطريقة يمكن كانت بالثانوية. أنا عم بتنازل لحتى أوصل لك. آه والله جد؟ لأنكن عم تتحدوا السنين سوا. شو هي إلكر؟ بالوقت يلي عم تحترم فيه خطوتي لتوصلي وآخذني بشكل جدي كتير، بتحب بارك لك؟ مبروك يا الصلحة. أنا لهيك إجيت اليوم، بدي شوف أنت شو بدك، بدي تقول كل شي بوشي، بس للأسف وقت كون جنبك بنسى حالي شو بدي أحكي، وحتى بالسيارة ما قدرت أفتح تمي، صرت أطلع بوشك مثل المجنونة. بس كتير منيح أنك فرجيتني تختك وحسستني بغبائي. أنا وإياك صرنا مع بعض شهر كامل مشان بالأخير ترجع لحبيبتك المشهورة. إمتى كنت ناوي تقلي هالشي؟
اللي قامت كنت ناوي تحكي بعد ما تاخد يلي بدك اياه. انت طبيعي انك ما تقلي وقت تكون حلوة السوشيال ميديا عم تنشر قصص حبكن وتشوف حالك. العد التنازلي بلش. اللي شغل العالم هي ريم أورمو، كل رفقاتي وقرايبيني كلهم لايك لايك لايك. غالباً أنا الوحيدة اللي ماني عملت لها فولو، بس من هلأ يمكن صير مثل الباقي وأقعد تابع أخبار حب السنين تبعكم. أنا قلت لك ما بقبل كون لعبة بإيدين حدا، قلت لي خلصت وكذبت علي. على أساس قصتكم خلصت من الشهر يلي عرفتك فيه؟ آه؟ على أساس أنا كنت عندك حدا مختلف عن الكل؟ على أساس أنت مثلي وأول مرة بتحس هيك تجاه حدا؟ شو صار هلأ إلكار؟ شو صار لحتى رجعت علاقتكم؟ وليش لا تتقرب مني آه؟ إلا لك قلي شو كان في داعي؟ أنا من الأول قلت لك ما بيمشي الحال، ما رح تزبط. قلت لك في فرق بالعمر وفي أبي بالنص. قلت لك أنت بالنهاية مدير أبي. قلت لك ما بيمشي الحال وأنت تقلي بيمشي الحال. قلي ليش وقعتني بحبك إلكر؟ ليش خليتنا نوصل أنا وياك لهي النقطة؟ طالما بالأخير كنت رح ترجع لها، ليش خليتني أتأمل فيك؟ بس مو مشكلة، خلص انسى. اصلا شو جابني لهون؟ هلا صار دوري، ممكن تسمعيني؟ تفضل قول. اللي انه صورك انت وياها مجرد كذبة. لا، صور حقيقية، حبنا الكذبة يلي شفتيه على السوشيال ميديا كذب، مجرد كذب. أنا وريم قصة قديمة كتير وخلصت من زمان. ريم مو مثل ما بتبين أبدا، عندها مشاكل نفسية. ما بدها تتقبل فكرة إنه علاقتنا انتهت، ومن جهتي ما بقدر أكون أناني وأقطعها لمجرد إنه مشاعري خلصت. ولوقت ما تكون جاهزة نفسيا مضطر إني مثل الدور يلي بدها إياه قدام العالم. حبكن كذبة ورجعت لها لأنه شفقان عليها. أنا ما رجعت لحدا أبداً، وأنا ما بيهمني لا عمرك ولا أبوكي. ليكني إلا أنا جنبك. شوفي أنا معك وماسك إيديكي، بس هيك حياتي ومسؤولياتي تجاه ريم وتجاه عيلتي. الشغلة مو بإيدي، هي بحاجتي هلا. ما بقدر اتخلى عنها واتركها وامشي بس لانه انا حبيت. ما بقدر اكون حقير معها، ضميري ما بيسمح لي. انت زلم كتير منيح. أنا زلمة عشقان.